كخ، واوا، بح، نونو، ومصطبة. كل دول وأكتر عبارة عن كلمات بنرددها في يومنا بشكل عادي، لكن اللي مش عادي بقى إن الكلمات دي ليها أصل وتاريخ فرعوني، يعني إحنا طلعنا بنتكلم زي الفراعنة، بنتكلم باللغة بتاعتهم وإحنا مش عارفين ولا واخدين بالنا. كلمات كتيرة غريبة بتبقى على لسان المصريين مش بتنتمي للغة العربية أصلاً، بس الكلمات دي بترجع لعمق التاريخ، بترجع لجدود وجدود جدودنا. كلمات غريبة انتوا هتتصدموا لو سمعتوها. تابعوا معانا الفيديو للآخر وانتوا هتعرفوا ايه الحكاية بالتفصيل. اللغة المصرية القديمة اطلق عليها المصري فم مصر، وكمان في بعض المصادر تانية اللي قالت انها لسان مصر او كلام مصر، وفي بعض الكهنة قدسوها وقالوا عنها كلام الاله او الكلام المقدس. ايه ده؟ يعني ما كانتش اسمها اللغة الهيروغليفية؟ مفيش لغة أصلاً اسمها هيروغليفي. الهيروغليفي ده هو اسم أول خط اتكتب بيه اللغة المصرية القديمة، ومعناها باليونانية الكتابة المقدسة، وده لأن الكهنة كانوا بيستخدموها في الكتابة على الجدران والمعابد. وظهر خط تاني كتب بيه المصريين وهو الهيراطيقي، ومعناه باليوناني الكهنوتي، وهو عبارة عن تبسيط في الخط الهيروغليفي، وكان بيكتب بيه الكهنة على أوراق البردي. نرجع بقى للكلام المهم اللي ناس كتير ما تعرفوش، ان اللغة المصرية القديمة ما اختفتش من الوجود ولا حاجة، دي لسه خالدة وبتتورث بين الأجيال، وبيستخدمها المصريين في حياتهم، لأن العامية المصرية مليانة مصطلحات بيرجع أصلها للغة المصرية القديمة، مع بعض الاختلافات البسيطة في طريقة النطق. خد عندك مثلا كخ معناها قزارة، بعبع أصلها بوبو وهو جان كان المصريون القدماء بيستخدموه في أعمال السحر، هس معناها أسكت، زق أصلها زخ ومعناها حرك حاجة بقوة، أر معناها حسد، شب قوم أو أقف، زقطت يعني سعيد جدا. زهقت ولا نكمل؟ أنا بقول نكمل. عشم كلمة قبطية معناها توقع أكتر من العادي، طبطب كلمة قبطية بمعنى التخفيف عن الشخص. كل ده وأكتر من الكلمات اللي بنستخدمها في يومنا وإحنا مش دريانين، وطلعنا كلنا بنتكلم زي جدودنا، والحمد لله. مش بس مشتركين معاهم في الصفات وفي الجينات، طلعنا مشتركين معاهم في اللغة كمان. اللغة المصرية القديمة كانت لغة غنية جدا بالمعاني، وخرج منها لغة تانية اتسمت باللغة القبطية اللي ظهرت مع بداية الاحتلال اليوناني لمصر، واللي معظمها كان بيتكلم بحروف يونانية، وقدرت الكنائس المصرية تحافظ على اللغة القبطية وتستخدمها كلغة رسمية، وهي مزيج بين اللغة اليونانية واللغة المصرية القديمة. ولو انتوا حابين تعرفوا أكتر عن اللغة المصرية القديمة، تقدروا تبحثوا عن الدكتور عبد الحليم نور الدين، عالم المصريات ورئيس مصلحة الآثار المصرية السابق، اللي كتب في كتابه اللغة المصرية القديمة عديد من الكلمات اللي باللغة العربية الفصحى والعامية المصرية اللي بتتطابق مع اللغة المصرية القديمة في النطق والمعنى.